ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ليلى فارس. منورانا النهارده. نورك طبعا. ليلى عامله في الفاصل عملت حاله غريبه جدا من البهجه والفرحه من تصميماتها من فساتينها من البنات حتى اللي منقياهم اللي هنشوفهم دلوقتي حالا. البراند بتاعها اسمه ليلى فارس على اسمها ليلى فارس كوتور ومحضره لنا ثلاث هدايا. فستان فرح ان شاء الله ليله العمر، فستان الخطوبه اللي هي وانت بقى رجليكي بتتزحلق على الحكايه، فستان كتب الكتاب اللي هو بتبقي يعني خلاص الموضوع انتهى والموضوع بس مساله فرحه كده بنفرع بيها وخلاص. ليه لقيتي منورانا النهارده؟ نورك طبعا يا رضا. وانت عندك كام سنه؟ 24 سنه. ما شاء الله صغيره وناجحه وشاطره. ايه اللي خلانا نعمل ليلى فارس كوتور؟ طبعا انا كنت عندي هوايه من وانا صغيره بحب الرسم جدا، يعني دي هوايه من وانا صغيره بحبها واتقنت الهوايه دي بحيث ان انا لما اكبر طبعا كنت حاطه في نظر يعني انا لازم افتح براند، لازم اعمل ليلى فارس كوتور براند. فطبعا فضلت مصره على طبعا اي حد يبقى مصر على حاجه بيحب ينفذها، والاصرار دي اهم حاجه بالنسبه لي بحبها، يعني بحب اصر على حاجه انفذها. فدخلت الكليه ما استنتش ان انا اتخرج ولسه ابدا ان انا اخد كورسز او دبلومه، اخدت من وانا في اولى كليه دبلومه فاشن ديزايننج، كذا دبلومه وكذا كورسز طبعا، وبرده مش بس ان كورسز ودبلومه، لا انا نزلت مصانع لان الشغل العملي طبعا بيختلف عن ان انا مثلا لما اخد كورس او دبلومه، لا مش بس يكفي، لا انا نزلت مصانع لان التدريب العملي ده بيكون بيديكي اكسبيرينس اكتر، بيديكي ازاي بتشوفي العمال ما بيشتغلوا وبتشوفي الكلاينتس هم بينفذوا الدراس والدروبس اللي بيقعوا فيها. فدي كانت اكتر حاجه فرقت معايا بصراحه نزول المصانع. عندنا 24 سنه لكن مسؤولين عن ليله العمر ومسؤولين عن فرحه بنت، ده مش بيرعب شويه؟ مش بيخوف حبتين؟ هو انا طبعا اي دراسه بكون انا اصلا خسيت النص خسيت النص لان انا كل نزلت النص لان انا كل دراسه انا مسؤوليتي كانه فرحي، انا بتحمل مسؤوليته كامله وببقى عايزه ابسطها وببقى كانه يومي، مش بس بسلم الدرس وخلاص مش بتاعي، لا انا كل الدرس كانه فستاني، فانا بحب يطلع كواليتي هاي كواليتي، الفينشنج احلى حاجه، الجوده وهي تكون مبسوطه. انا بالنسبه لي يعني بعيدا عن الناحيه الماديه، لا انا بحب الكلاينت تطلع من عندي مبسوطه، دي فرحتها دي عندي انا بحب ليله العمر دي بتفرحني انا، يعني تخرج من عندي مبسوطه دي انا بتبسطني بصراحه. طيب نبدا نشوف الشغل لو سمحتوا. يلا يلا عيشة. ها خسير يا ليلى. ده ايه؟ ده ويدنج دريس. ايوه فستان فرح. ايه معمول من ايه القماشة دي؟ القماشة كلها دي مشغولة هاند ميد كريستلز ولولي، وفيها شغل البيات البسيط جدا لكن هو اكتره معتمد على اللولي والكريستلز وشويه عباره عن شعاع. كل ده هي الانسبيريشن عشان بس نشوف كل ده من فوق لتحت كله يدوي؟ كله هاند ميد. لا يا ليلى بجد ده بياخد وقت قد ايه؟ هو فستان الفرح طبعا انا معايا انا بياخد شهرين، ولو في اوردر مستعجل ساعتها انا بضغط نفسي ده لا ده شهرين كله شغل يدوي كله هاند ميد. والطرحه كلميني على الطرحه كده. الطرحه انا بحب برضو اعملها هاند ميد، بدخل شغل البسيط اللي من الفستان، ما ينفعش الفستان يبقى مليان شغل وطرحه كمان تبقى كلها شغل، لا بحب اهدي الدنيا، ناخد ممكن ناخد انسبيريشن اللاينز اللي في الماتيريال وناخد منها الشغل الهاند ميد، بدخل شغل الكريستلز. المحجبه تعمل ايه؟ المحجبه هو اصلا الفستان ده كان محجبات كان عباره عن سليفز ليها باف طالعه كده كوكوم عاليه من هنا، وكان سابرينا احنا ستيل سيبنا لسابرينا زي ما هي بس خليناه كات. لكن لو هي محجبه كان بكمين عادي وكنا عاملين فكره اللي هي عالي شيك قوي. وده شيك كمان ليه اوبشن ان احنا ممكن نعمل سليفز منفصل عن الدريس تتلبس مع الكات شيب لحد هنا سليفز تبقى يعني لو هي مش عايزه تلبس. اوعي يا بنتي اوعي تقعي يا خرابي. شبكت على الهوا، خلي بالكم. ده ايه بقى؟ ده فستان ممكن يبقى هو خطوبه وممكن يبقى كاتب كتاب عادي جدا.
لانه الديزاين بتاعه شكله حلو والشيب بتاعه ينفع الاثنين، ينفع خطوبه وينفع كاتب كتاب في الجامع محترم بكم. اه حلو قوي الكم كمان، دي اشيك حاجه بحب الصراحه الفساتين اكتر، الكم بتبقى شيك كده. ليه هو ده لونه ايه؟ هو لونه اوعي توقعي اوعي الثانيه اقفي كده عشان ناخد لقطه الفستان. هو اللون بتاعه احنا عاملين البطانه بتاعته لون الجسم بيج. اه بيج لون الجسم، ومن فوق التطريز بتاعه اللي هو السيلفر، مش السيلفر اللي هو الاوفر، لا السيلفر الكات مش اللي بيلمع ده، اللي هو الهادي عشان ما يبقاش اوفر، يعني هو التطريز بتاعه الهادي. طب انا معايا تليفون بس انا مش سامعاكوا خالص، بتقولي بقى؟ كريمه. ايلو مساء الخير يا كركر. مساء الخير، ازيك يا كركر؟ منوره الدنيا كلها. روح قلبي انا يا كركر. ماشي انا هشيل بس السماعه عشان اسمع كريمه. كريمه. نعم. ايه بقى، خطوبه ولا كاتب كتاب ولا جواز؟ هو جواز بس انا يعني الله. عجبني اللي هو الفستاني اللي هو الضيق ونازل هو على الشاشه الوقت. عفوا يا كريمه مش سامعه، بتقولي ايه؟ جواز ان شاء الله. جواز ان شاء الله. الف 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 مبروك، ربنا يجعلها جوازة العمر يا حبيبتي، وما تحتاجيش هي وبس الا في الحاجات الحلوه. نعم، بنتي هي اللي هتتجوز ان شاء الله. ربنا يخليها لك ما شاء الله يا حبيبه قلبي، الف مبروك عليها. اول هديه من ليلى فارس كوتور. خليكي معايا مدام كريمه، ياخدوا بيانات حضرتك في التليفون. طبعا التواصل هيحصل ما بين ليلى وما بينكم في المقاسات والتصميم والحركات. اللي بعده. حاضر حاضر. اي اتدلع اتدلع وادخل وانت متدلع. ده ايه ده يا اختي من النبي؟ ده فستان برضو. دلوقتي مش شرط خطوبتها تلبس شامبين او تلبس اوف وايت، ممكن تلبس لون عادي، ممكن تلبس يا ولد على الثقه. بصي اوفي اوفي يا ماما اوفي اوفي يا حبيبتي، نوريهم الثقه في الاداء وال وانت داخله كده على عريسك كده، خشي بقى بنفس الدخله دي، فاهمه؟ خشي كده. هي ايه؟ طيب ناخد جازمين. ايوه ايوه جازمين. ايوه ازيك؟ ازيك انت يا روحي؟ الحمد لله بخير. خطوبه ولا كاتب كتاب ان شاء الله؟ كاتب كتاب. الف مبروك مبروك يا جازمين. مبروك. امتى يا حبيبتي؟ امتى؟ ايه؟ امتى كاتب كتابك امتى؟ كمان 6 شهور ان شاء الله. 6 شهور؟ طيب يا حبيبتي الف مبروك يا روح قلبي. تاني هديه من ليلى فارس كوتور. خليكي معايا يا حبيبي، ياخدوا بيتك في الكنترول كده. فاضل لنا اللي هي اول مرحله دي اللي هي صح كده، مش هي كانت كاتبه كتاب؟ دي كاتبه كتابها. ها؟ حد يقول لي حاجه. يلا 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 ما تكسفيش. دون بي شاي دون بي شاي. اتس اوكي اتس اوكي. ده ايه ده بقى يا ليلى؟ ده برضو انجاجمنت دريس، يعني ممكن عادي خطوبه وممكن سواري عادي. يمشي الاثنين. كمعزومه بقى. كصاحبه العروسه يعني. حد قريب، ممكن تبقى اخت العروسه، يعني ممكن تبقى اخت عروسه تلبس كده. تلبس، لانه برضو لو معزومه هو التطريز بتاعه بصراحه اوفر ان هي كتير تبقى معزومه. على معزومه. لكن لو اخت عروسه انا بحتفل عروسة. مع اختي. ما احنا بنختفي. دي قماشتها ايه يا امي بقى قولي لي كده؟ دي كلها هاند ميد. كلها يدوي؟ كلها هاند ميد. فيها الفلاورز كلها معموله من كريستلز، هتلاقيها متجمعه كلها دوائر دوائر كلها كريستلز معموله بشكل الدوائر انها فلاورز الورد. الورد ومدخله الكريستلز الاوريجينال اللي هو كريستال عصفور في باحجامه الكبير الوسط الصغير. وده ياخد وقت قد ايه؟ الفستان ده اخد مني، كانت العروسه كانت خطوبتها مستعجله عليها، فطبعا انا ضغطت نفسي في الوقت، اخد مني 3 اسابيع. 3 اسابيع ده الحاجات. الفساتين دلوقتي بقى بتاخد وقت، هي الشغل اليدوي عشان الشغل. وكل حاجاتك يا ليلى كلها شغل يدوي؟ كله هاند ميد بصراحه، انا بحب قوي شغل الهاند ميد، بحسه بيبقى ريتش قوي. عندك مصنع؟ عندك ورشه؟ عندي طبعا. وعندي تيم ورك. وحش الكون وحش الكون. بصي ما تهزريش بقى قمر. والفستان احكي لنا على الفستان كده. دي قماشه، دي قماشه جاهزه. دي قماشه بذوقي طبعا، وبضيف انا مش بس بحط القماشه وخلاص. حسنتها. دي مش بحطها وخلاص، لا انا بضيف. استني رايحه فين؟ بصي للكاميرا. بصي 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 على هنا. طنطك عايشه في كاميرا 3 هنا اهو هناك. ايوه.
دي انا بضيف ليها برضو شغل هاند ميد. يعني انا مش بحب احط كوبي، يعني خلاص حطيت الماتيريال ما عملتش فيها ديزاين، لا انا بحب كمان اضيف. يعني وايه اختي بقى الفناتيش اللي هتطلع لنا دلوقتي على معلش انزلوا كده؟ ايوه اي حاطين تول بدرجه برضو الفستان اللي هو الافتح شويه عشان ما يبقاش ده موضه يعني ولا يعني يفصل شويه عشان ما يبقاش كله مطرز كده وخلاص. لا احنا ممكن نعمل حركه ديزاين كده ويبقى اللون بتاعها برضو كسرنا اللون شويه. طب افترضي حضرتك انا مش عايزه الفناتيش دي. عادي مش مشكله، هنشيل الفناتيش ونقفل الفتحه شويه. هي اسمها فناتيش اصلا؟ نعتبرها فناتيش. شكرا يا حبيبتي. طب انا اقول لك فناتيش انا مش عارفه اسمها يا لينا. ما انا بقول يا لينا مصممه ازياء كبيره قد الدنيا، قولي لي اسمها قرانيش. دي زي دي معموله كلها كسرات بالمكنه عامه، تول بيتجمع بكسرات على المكنه وبيتقفلوا مع بعض. طب ناخد بقى الحاجه اللي هم بتقولوا لي ايه. معانا تليفون. ها نورهان، نورهان يا نونو. الو مساء الخير يا نونو. الو انا سامعاكي انت سامعاني كمان؟ بعيد قوي. ازيك يا رضوى؟ ازيك يا روح قلبي؟ الحمد لله تمام. عروسه؟ خطوبه ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي. ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. الله يبارك فيك. إن شاء الله الخطوبة إمتى يا نورهان؟ نعم؟ خطوبة إمتى؟ يعني كمان شهر ونص كده بإذن الله. يلا إن شاء الله على خير، على خير يا أمي. إن شاء الله بإذن الله. عايزة تلبسي فستان لونه إيه يا نونو؟ ليلة بس أنا محجبة. أنت محجبة؟ الله على عيننا وعلى راسنا. تعمل لك أحلى فستان في الدنيا. إن شاء الله طبعًا. عايزة تلبسي فستان لونه إيه؟ يعني هو لو في حاجه على اوف وايت كده يبقى كويس. اوف وايت يبقى كويس. عروسه قمر انت يا نونو، مبروك علينا تالت هديه من ليلى فارس كوتور. خليكي معايا يا حبيبه قلبي، ياخدوا بايرتك في الكنترول. الف مبروك على كل اللي اخذوا هدايا من ليلى فارس كوتور، سواء كتب الكتاب او الزفاف او الخطوبه. ويعني ان شاء الله ربنا يجعلها جوازه العمر ان شاء الله. ان شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ مش معقولة يا ليلى. ده دي قماشة ايه معلش؟ دي برضو هاند ميد. مش ممكن. كلها هاند ميد، بس دي بقى في اللي اسمه كسر النجف اللي هو الصغير خالص التشيكي. معمول كله بموج، يعني الموج بتاعه كله داخل في روع، في روع داخلة في بعض. ما تتحركيش عشان ده ماستر بيس. ده واخدت الانسبيريشن كان ان انا اطلع الفروع دي، ان انا اطلعها واقفه من الكورساج عشان يبقى احنا اخدنا انسبيريشن هي كامله وطالعه خلاص بقى على خفيف، فلازم نعمل ديزاين في الكورساج فوق. وعامله الجناب ليه من فوق وبومبي كده عشان يعمل ويست، يعني عشان يعمل وسط. عمل شيب الويست، تقسم جسم حلو جدا يعني. فاللي عندها جناب تعرف تلبس تداريها بيها. شيك شياكه مش معقول. والقماشه يا جماعه اصبري اصبري اصبري. راحه فين راحه فين؟ تعالي هنا يا حبيبه قلب مامي. خطير. وروني كده يا جماعه الفستان من تحت، عايز اشوف لو سمحتوا. ايوه طبعا. اللي تحت ده لو عايزين نطوله ونقصره عادي جدا، ممكن يبقى من تحت قصير. ممكن كمان تعمل البطانه لو هي محجبه، ممكن نقفله وممكن نعمل البطانه اللي تحت. ينفع محجبه؟ البطانه اللي تحت ممكن نطولها خالص، ومن فوق نعمل سليفز من كلها واقفه على طول، ونبدا نشغل الفروع دي تاني، ونبدا نطلع الفروع اللي واقفه البارزه دي من على الكمين من فوق. يعني بنفس روح الكورساج. خش يا وحش الكون كونين بقى. اللهم بارك قمر. انا قلت لكم يا ليلى منقيه كل حاجه قمر. يطي على الحلاوه والحلاوه ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. رشوا عليها ملح ولا اي حاجه، عامله زي باربي. ايه يا امي عايزه ايه مننا؟ عايزه ايه؟ طبعا هو البلاك ملوك الالوان، انا بحب البلاك جدا. قمر. طبعا قمر. ده بلاك ده ملك الملوك. والله ملك الحاجات. قولي لي يا امي، قولي لي قصدي يا ليلى ايه يا حبيبتي؟ ما تتحركيش بقى، ما تتحركيش. ايوه خشي بقى قولي لنا ايه القماشه دي. اوكي القماشه دي انا رسمتها الاول في سكتش بالرسمه كلها، يعني من تحت اخدت رسمه مليانه فيها، يعني هي عباره عن رسمتين فيها لاينز طالعه وداخله موج في بعض. ومن تحت في رسمه اخدت من الرسمه دي تاني رجعت بيها للكورساج فوق. استني بس استني. ها وعملت السليفز برضو كلها برضو الرسمه الاساسيه اللي تحت خالص اخدتها في من عند الاسورت الايد وطلعت بيها على خفيف وتكملت تاني اللاينز اللي هي داخله متداخله في بعض. شيك شياكة. ويعني نقيتي البنت الصح. الله أكبر الله أكبر. تحيا مصر. مصر برضو ما
مصر والله انتاج سخي. المصريين دول يعني بصراحه الجيل الجديد بوم بوم بوم. لا بصراحه يعني حلو بشجع السينما. نعم يا يعني لسه ساره انا مش اوكي مش سامع. انا عارفه لو اسمعك اوبا خش بقى خش خش بقى وانت مدلق كده كابوكي. انا ماسكه في نفسي. ايه بقى ده؟ ده تو لوكس. الدرس ده عمل بقى كان تريندي قوي ان هو كان فكرته كانت روان على بلوجر كانت لابساه في خطوبتها كنت عاملاها لها. ده تو لوكس من تحت ممكن لا لفي بقى لفي كده واعملي له السكيرت دي بتفكها. لا ليه ليه بقى بيجي ايه يا ماما السكيرت دي بنفكها يبقى من جوه ميرميد دريس وقصير. كان ايه يعني ده فستان الفراشه الحائره يعني خطوبه؟ لا بيتلبس بفكرتين. هي لو عايزاه منفوش تلبسه كده، لو عايزه تفك السكيرت يبقى فستان سلام عليها بيتلبس كده. ده خطوبه؟ اه ده خطوبه وهتقف يعني هتخطب ومش هتكمل. لا ده كان نزلنا فيديو ليه جاب 13.5 مليون مشاهده بسبب الدرس ده. ما شاء الله اللهم بارك يا ليلى. وبعدين وتشيلي بقى الايه؟ بنفك السكيرت من السوسته اللي ورا نفكها يبقى خلاص فستان كامل من جوه. نفكها؟ افكي اوكي. لا 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 والله لا بلاش. لا طب طب ارجع تاني أوكي. ليه؟ شكرا ليلى نورتي الدنيا. ربنا يخليكي يا رضوى. والله مبسوطه بيكي بشكل مش عادي. تصميماتك قمر قمر. الحاجات شكلها حلو مفرح فعلا فرح. يعني فعلا انت في المكان الصحيح. بتعرفي ترسمي. يلا دخلوها فرحة شكلها حلو فينش حلو قماشة نظيفة شغل متعوب فيه تصميم مختلف ألوان رائعة حتى الأسود عندك مختلف مختلف. فخورة بيكي ومبسوطة منك. إن شاء الله بإذن الله يوم ما يحصل لي واروح إن شاء الله فرح أبقى معزومة هاخد اسمه بس نقفله كله بقى. خلاص هنقفل أوكي ماشي. ما بعرفش لا نعمله ديزاين حلو إن شاء الله. خش يا ماما خش خش. ده كاتب كتاب ولا ده معاه؟ ده خطوبه. ده خطوبه وممكن سواريه عادي. وهو كنت يابسه الاسود. ايوه هوت هوت. لف لف لف. وايه اللي على الكم ده؟ ده رافلز معموله ونازله منها شراشيب ورجعنا تاني عملنا رافل في الجنب ونزلنا منها تاني الشراشيب. فالفكره بتاعته ان احنا ندخل الرافل ونازل منها الشراشيب. خطيره. والشراشيب دي تصدقي عجباني. والدريس ده كنت عامله له سكيرت قصيره منفصله عن الفستان وسكيرت طويله بحيث لو هي مش محجبه ممكن تلبسه على سكيرت قصيره من تحت. وبعد كده لو هي محجبه واحده محجبه عايزه تلبسه ممكن تلبس السكيرت اللي هي الطويله. فانا ده فكرته تلبسها الطويله. دي كده الطويله صح كده. خطيره خطيره. ليلى فارس نورتي. ربنا يخليكي. مش على الهدايا الحلوه اللي احنا اديناها للعرايس بتوعنا. كملي وده برنامجك. كل ما تعملي كولكشن حلو وكبير ومحترم كده تيجي تنورينا. اكيد نوري الستات التصميمات الجديده. نوري البنات الفساتين الجديده. نوريهم حاجه حلوه. نوريهم فرحه. وبجد برافو عليكي حبيبتي يا رضوى. انا بس حابه اقول حاجه يعني. انا بشكر اهلي ومامتي وبابايا لان هم بجد كانوا اكتر ناس دعموني ووقفوا في ظهري وتعبوا عشاني كتير. وكان مامي اصلا بتسيب اخواتي وبتيجي تسافر معايا كتير وتعبت فعلا عشاني كتير. بشكرهم بشكر اخواتي جدا وبجد. وبشكر برضو تيم ورك بتوعي لان هم بجد عالميين جدا وشطار جدا وفعلا يستاهلوا ان انا اشكرهم على الهواء. وبجد يعني هم احسن ناس بالنسبه لي وانا ان شاء الله بفاجئ برضو الناس ان انا ان شاء الله الخطوه الجايه ان انا بوصل في طريق العالميه وبعت دريسز كتير لامريكا والسعوديه الدول الاوروبيه والعربيه. وان شاء الله الفتره الجايه ان انا بسعى ان انا ان شاء الله هفتح في دبي وفي لندن وامريكا ان شاء الله. انا بتمنى لك منتهى التوفيق. ربنا يخليكي يا رضوى. ان شاء الله هتكسري الدنيا يا رب ان شاء الله. وبنقل تحياتي لوالدك ووالدتك حبيبتي والله اللي دعموا وكانوا سبب من اسباب نجاح بنت ابتدت من الجامعه والنهارده عندها 24 سنه وعندها ماركه ان شاء الله هتبقى ماركه عالميه وعامله حاجات إن شاء الله. حلوه وجميله زيها. نموذج. انت نموذج 24 سنه. نفسي يكون بنتي دلوقتي قاعده بتتفرج عليكي عشان تفهم ال 24 سنه الجواز حلو والخلفه حلوه وان انا اربي اطفال دي رساله مهمه جدا
بس كمان اقدر لو ما كتبليش ربنا الرزق او النصيب ان انا كمان يبقى عندي حلم اجري وراه واحققه، يبقى عندي 24 سنه يبقى عندي براند، يبقى كمان براند ابقى انا بقول ان هو ان شاء الله يبقى براند عالمي ماركه عالميه. ربنا يخليكي. عندك طريقين وهو نموذج يحتذى بيه. ربنا يخليكي يا رب. سادتي عزيزات وبناتي الحبيبات، فاصل قصير جدا دي كده اهو، نرجع لكم من هنا وبس.